اللي صور أحداث ابن بطوطة الرحالة الجزائري اللي طوف المنطقة العربية من سوريا، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا وحتى مصر، ابن بطوطة بنظرة حديثة يعني. بنظرة حديثة، بنظرة جزائرية محضة. إذا ولد أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الطنجي الشهير بابن بطوطة، ولد في مدينة طنجة عام 703 هجرية 1304 ميلادية، وينحدر من أسرة أتيح لكثير من أبنائها الوصول إلى منصب القضاء والنبوغ في العلوم الشرعية، فمن أسرة علم. درس في طنجة العلوم الشرعية وفقا للمذهب المالكي السائد في المغرب إلى هذا اليوم. محمد بن عبد الله بن محمد اللواجي الطنجي أو ابن بطوطة هو رحالة مغربي ولد بطنجة في 24 من فبراير لسنة 1304. ولد في عائلة علماء في القضاء الإسلامي في عهد الدولة المرينية، وكأي شاب في سنه التحق ابن بطوطة بمدرسة سنة مالكية باعتبار أنه الأسلوب السائد آنذاك في شمال إفريقيا. ابن بطوطة محمد بن عبد الله مغربي، ولد في مدينة طنجة وفقط. أما فيما يخص العلاقات الأمريكية الجزائرية فهي في الحقيقة علاقات تاريخية ترتبط يعني أو تبتدئ من يوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية وقيام دولة الولايات المتحدة الأمريكية وانفصال على التاج البريطاني في نهاية القرن الثامن عشر، وكان من أول الاعترافات الدول الأجنبية آنذاك والدول التي لديها صوت في تلك في المعمورة آنذاك، منها الدولة الجزائرية اللي كانت مستقلة وكان عندها سطول قوي وكان عندها قوة في البحر الأبيض المتوسط، وكان صيت وكانت أول دولة اللي هي يعني اعترفت بقيام الولايات المتحدة الأمريكية I also know that Islam has always been a part of America's story. The first nation to recognize my country was Morocco. In signing the Treaty of Tripoli in 1796, our second president, John Adams, wrote, "The United States has in itself no character of enmity against the laws, religion, or tranquility of Muslims." Good to be here in Marrakesh in Morocco. What most people don't realize is Morocco holds a special place in the heart of Americans. Morocco was the first nation. Morocco was the first nation in the world to recognize the United States of America 237 years ago. In December 1777. So I've come here to say thank you. هذه الوثيقة تعود إلى تاريخ 23 من يونيو من عام 1786، تتضمن التوقيع على معاهدة صداقة وسلامة بين الوزير الأمريكي آنذاك توماس بيركلي والسلطان سيدي محمد بمدينة مراكش. دونالد ريتشي مؤرخ الكونغرس الأمريكي يعتبر أن اعتراف المملكة باستقلال الولايات المتحدة نابع من إيمان القصر الملكي آنذاك بمستقبل بلد يمتلك جميع مقومات النجاح. قليل من الدول بادر إلى الاعتراف بالولايات المتحدة، لكن المغرب كان أولهم وأهمهم بفضل بعد نظره إزاء مقومات نجاح بلدنا المستقل حديثا آنذاك. ما يفو يعني لازم المشاهد الكريم يعرف بلي القفطان نجم ايتي ماروكان، هما داو شاطرين كما داونا المطلع تونيزيان والحايك ولا تونسي، يعني حنا ندافعوا على هادو، نجي يعني ندافعوا قوة وبصرامة. احنا على بالنا الحضارة الجزائرية، احنا على بالنا الحضارة الدولة الجزائرية بكري آنذاك، نعرف الثقافة تاعنا اللي دوك كنت نشوف مقبل، كنت نشوف كي كنت تقدم التطولات اللي صرات في الأغاني تو، ميم حنا في الدومين تاعنا، فوالا ميم حنا في الدومين تاعنا تاعنا لابيمون، احنا تاني نقدروا نقولوا داونا حوايجنا. دونك حنا هذه هي المهمة تاعنا، نروجوا لبلادنا لي توني تاعنا باش يحبسوا ويش داو يحبسوا سي بون.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ثقافة. في حلقة اليوم سنتعرف على القفطان المغربي من خلال تصاميم مصمم الأزياء المعروف أمين لمراني، الذي سيحدثنا عن شغفه بهذا الزي التراثي الذي ما يزال يحافظ على مكانته في المغرب. فالنساء المغربيات يتباهين بهذه القطعة التي تعتبر رمزا للثراء والأصالة. ليس من السهل أن يحافظ زي تقليدي على مكانته بين الأجيال المتعاقبة، بل ويجد موطئ قدم في المحافل الدولية. رغم التعديلات التي طرأت عليه، بقي القفطان المغربي ثوبا يجمع الأصالة والحداثة بلمسة كلها فخامة. للسنة 18 على التوالي قدم عشرات المصممين المغاربة وحتى الدوليين تصاميم للقفطان تتماشى مع سرعة تطور عالم الأزياء وتحافظ في نفس الوقت على روح هذا الثوب التقليدي. هو مصمم أزياء مغربي له العديد من التصميمات المميزة للزي المغربي، وهو أيضا رئيس مهرجان قفطانوس العالمي للأزياء الذي يقام في المغرب، ويعد أحد جسور التواصل الهامة بين ثقافة الأزياء المغربية والعربية. نظمت أمس الدورة 17 لمهرجان عرض القفطان المغربي بمدينة مراكش، وقد شارك في المهرجان 15 مصمما ومصممة من بين العشرات الذين رغبوا في المشاركة. وقد مكث المتسابقون 30 يوما لتحضير عروضهم، حيث يشارك كل مصمم أو مصممة بثمان وحدات من أشهر الألبسة التقليدية المغربية. ما يفو يعني لازم المشاهد الكريم يعرف بلي القفطان لا جامي ايتي ماروكان، هما داوا شاطرين كما داونا المطلع تونيزيان. الدكتوره بتاعتك في اللغاليم، كل واحد يخلي باله من اللغاليم، اي واحد لغاليم وهتروح منه انا ماليش دعوه، ولا بعد كده حاجه المدرسه واسيب لغاليم في البيت. انت عارف بعد عنك البني آدم يبقى قاعد في أمان الله ما يلاقيش لغاليبه. قليلين قد ايه اللي يعرفوا انه ائمه